بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نأسف ونعتذر عن التأخر بسبب زحام الطريق، والحمد لله قد وصلنا والحمد لله. والموضوع كما تعلمون هو دعوة الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الإمام نشأ في هذه البلاد، في بلدة العيينة قريب من الرياض، وتلقى العلم عن مشايخه من أعمامه وغيرهم، وتلقى العلم أيضا في المدينة عن الشيخ محمد حياة السندي المعروف، محدث المعروف، ورأى واقع العالم الإسلامي وما داخله من البدع والمحدثات والشركيات، فلم يسعه أن يسكت على ذلك، وأعانه الله سبحانه وتعالى فقام بالدعوة إلى توحيد الله، إفراد الله بالعبادة وترك البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. بدأ الدعوة في بلده، ثم انتقل منها إلى الدرعية، والتقى بالإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله جد الأسرة المالكة الآن، استقبله خير استقبال وأكرمه، وتبايع على القيام بهذه الدعوة. من تلك البيعة إلى الآن والحمد لله، فهذه البيعة التي حصلت بين الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أنتجت خيرا كثيرا متواصلا والحمد لله، ولا يزال ولن يزال بإذن الله، لأنها دعوة مباركة خالصة لله عز وجل، قائمة على الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح. فالله كتب لها النصر والتأييد والبقاء والاستمرار، فلله الحمد والمنة. نحن نعيش في ظلها ونرجو الله أن يعيش تحت ظلها من يأتي بعدنا، والأجر في ذلك راجع إلى الشيخين الإمامين محمد بن سعود الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا من جهة السلطة وهذا من جهة العلم والبيان. فالعلم لا بد له من سلطة تؤيده، والسلطة لا بد لها أن تقوم على علم ترتكز عليه، وقد اجتمع ولله الحمد لهذه الدعوة المباركة التي أنتجت خيرا كثيرا ولا تزال تنتج والحمد لله. إن دعوة الشيخ رحمه الله دعوة خالصة كتب الله لها النصر والتأييد والاستمرار. ألف الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا
هذا الكتاب المبارك الذي لم يكن فيه غير قال الله قال رسوله قال السلف الصالح، فهو علم خالص نقي. والحمد لله عاشت عليه أجيال انتفعت به واهتدت به، ونرجو الله أن تعيش عليه أجيال وأجيال في المستقبل. هذه نتيجة الإخلاص لله عز وجل. ولهذا لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قال رحمه الله فيه الإخلاص في الدعوة، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، وإنما يبقى ويفيد ويستمر الدعوة إلى الله، الدعوة الخالصة لله عز وجل. فألف كتابه كتاب التوحيد، هذا الكتاب الفريد الذي عقد فيه أبوابا للتوحيد والنهي عن الشرك، وبين فيه وفصل وأصل، فكان كتابا مفيدا ومختصرا، وتوالت عليه الشروح التي توضحه وتبينه. ممن شرحه حفيد الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد، ثم هذب هذا الشرح حفيد الشيخ الثاني عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، هذب الشرح شرح الشيخ سليمان، وبينه قدمه بصورة واضحة جلية مختصرة، توالت عليه الحواشي أيضا، توالت عليه الحواشي المختصرة التي تبين مقاصده وفوائده بوجه مختصر، وهذا يدل على الإخلاص في تأليف هذا الكتاب المبارك الذي هو بين أيدينا. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به، وأن يكتب ثوابه وأجره لهذا الإمام المبارك الناصح الداعية إلى الله عز وجل. فهذا الكتاب، ثم أتبعه بكتاب أخصر منه، وهو كشف الشبهات التي ترد من المعارضين على التوحيد وعلى عمل السنة، فكشف هذه الشبهات بالرد عليها وتفنيدها. فهذان الكتابان، كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، من أعظم ما ألفه الشيخ رحمه الله، وهما والحمد لله متوفران عندنا وأيضا في غير هذه البلاد، درسان ويستفاد منهما لما فيهما من البركة العلمية وحسن مقصد المؤلف رحمه الله. فهذه الدعوة المباركة ولله الحمد أخذت طريقها إلى العالم الإسلامي، أنصار السنة في مصر، أنصار السنة في السودان، جماعة أهل الحديث في الهند، كلهم والحمد لله
يستفيدون من هذه الدعوة المباركة وكتبها وينشرونها، فهذه نتيجة الإخلاص من المؤلف ومن أعانه على ذلك. نرجو الله أن يستمر هذا النفع وهذا العمل المبارك لينتفع به من شاء الله من عباده، وينقذ الله به من وقع في الأغلاط أو في المخالفات. ومهمتنا أن نبين هذا الكتاب ونوضحه للناس ونشرحه، وأن يلقى هذا الكتاب في المواقع وفي وسائل الإعلام لينتشر نفعه وتعم بركته وخيره إن شاء الله تعالى. هذه العقيدة عقيدة التوحيد، التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنبياءه. ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل نبي يقول لقومه يا قومي، أول ما يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي أول ما يبدأ قومه بقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى، هي العروة الوثقى التي من استمسك بها فإنه ينجو ويسلم من الهلاك. فهذا الكتاب مركز على هذه الكلمة لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. إذن بقي علينا أن نبلغ هذا الكتاب وأن نشرحه في كل مجال حتى يستمر نفعه ويتسع تتسع فوائده للناس، ويعود أجره وثوابه إلى هذا الإمام الذي أخلص نيته وقصده لله عز وجل، فجعل الله في علمه البركة والخير. فهذا الكتاب هو الذي يعني يتضمن ما جاء في كتاب الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تضمن هذا الذي يقوله كل نبي لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره هذا نفي، اعبدوا الله هذا إثبات، وهذه كلمة لا إله إلا الله فإنها من نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى وإثباتها لله عز وجل. وما جاء من بيانها وتوضيحها وتفصيلها فإنما هو توضيح لها وبيان لها ونشر لها ولما تتضمنه. فهذه الدعوة المباركة أثمرت هذا الخير الكثير وأفادت هذه الفوائد العظيمة في العالم الإسلامي. دعوات كثيرة، دعوات في العالم كثيرة، ولا سيما الدعوات التي تنتسب إلى الإسلام، لكن أين أثرها؟
وأين ثمرتها؟ نحن لا نرى من ذلك إلا الشيء القليل، أو لا نرى شيئا منها، ولكن نحن لا نتعرض لنوايا الناس ومقاصد الناس، ولكننا نذكر الواقع، نذكر الواقع ليكون عبرة لنا ولغيرنا. الشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا عنوانه، حق الله على العبيد، كما في حديث معاذ رضي الله عنه ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق الله العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا العنوان مأخوذ من هذا الحديث، والحمد لله. إذن بقي علينا مناصرة هذه الدعوة ونشرها ومساعدة من ينشرها ومن يقوم بها، لأنها تخلص العباد من الشرك والضلال، وتردهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب، وكل عالم وكل طالب علم يجب عليه أن يقوم بهذا الأمر، وأن يوضحه للناس، وأن يدعو إليه، وأن ينشره للناس. واليوم الحمد لله وسائل النشر تيسرت، المواقع في وسائل الإعلام تيسرت، ما بقي علينا إلا أن نستغلها وننشر هذا الحق وهذا البيان فيها، وذلك من نعمة الله عز وجل. فبدل أن تذهب إلى الشرق والغرب، عندك وسائل الإعلام، ألقي فيها من هذا الخير وهو ينتشر بسرعة، والحمد لله. فالله جل وعلا يسر لنا وسائل الدعوة، سهلها علينا، فلم يبقى لنا عذر إن تكاسلنا في هذا الأمر وتقاعسنا عنه، والعالم بحاجة إليه، العالم كله بحاجة إلى هذه الدعوة، كله بحاجة إلى هذه الدعوة. من يريد الله به خيرا ينتفع، ومن لا يريد الخير تقوم عليه الحجة وتبرأ ذمتنا نحوه إذا بلغناه. هذا هو الواجب علينا جميعا، كل بحسبه، كل بمقدرته. يبدأ الإنسان بأهله وأهل بيته، ثم بجيرانه، ثم بأهل بلده، وبهذا ينتشر الخير ويعم النفع. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني كلهم يذهبون لطلب العلم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة، فلولا نفر منهم من كل طائفة من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، من كل فرقة طائفة ليتفقهوا تنبهوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. هذا المقصود، أنك تتفقه أنت، تتعلم أنت فقط،
بل تعلم أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. الذي يستطيع البلاغ يستطيع بلاغ النص وبلاغ معناه وشرحه يبينه للناس، والذي لا يستطيع شرحه يبين ينقل لهم النص، ينقل لهم النص وشرحه إلى غيره. فهذا واجب الجميع، هذا واجب الجميع علينا، ونكون من الدعاة إلى الله عز وجل، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله وعمل، شوف دعا إلى الله وعمل، دعا إلى الله فقط وعمل صالحا، يعمل بما يقول حتى يكون قدوة للناس، وإلا فإن الناس لا يستمعون إليه إذا لم يعمل، يقولون لو كان ما يقوله حقا لعمل به. لا بد أن يقول الحق وأن يدعو إليه ويعمل به ويكون قدوة صالحة للمسلمين. كل مسلم بحسب مقدرته مسؤول عن هذا الأمر، مسؤول عن هذا الأمر. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالواجب على العالم واجب ثقيل، وأجره عظيم إذا قام بهذا الواجب، أجره عند الله عظيم. أما من حمل علما ولم يدعو إليه ولم يبلغه فإنما هو حجة عليه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى الله المخلصين له في ذلك، إنه قريب مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا معالي الشيخ صالح على هذه الكلمات، وأسأل الله أن يجعلها في صالح حسناتكم. معالي الشيخ صالح، أسئلة كثيرة جدا جاء مضمون السؤال فيها عن موقف المسلم والشاب تجاه هذه الجماعات التي تفرق الأمة، ومن أهمها جماعة الإخوان المسلمين، فنرجو من سماحتنا عليكم توضيح ذلك، والله يحفظكم ويرعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعددت الجماعات وتكاثرت فإنه ليس هناك إلا جماعة واحدة على الحق، ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحمد لله، الله جل وعلا ما تركنا في مضيعة وإنما أبان لنا الحق. قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله جل وعلا أقام علينا الحجة وبين لنا المحجة وأوضح لنا الطريق. ولا يكفي أن الإنسان يعلم في نفسه ويعرف الحق لنفسه، بل لا بد أن يعرف الآخرين وينشر الآخرين. هذه فائدة العالم، أن يتعلم وأن يعلم وأن يبلغ هذا الحق
للناس بحسب مقدرته، حتى ولو يعلم الناس القرآن ويحفظهم القرآن والأحاديث ويترك شرحها وبيانها للعلماء، هو يحفظهم النصوص وهم يذهبون إلى العلماء ليشرحوها له، وكل عليه واجب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول: ما هو السبيل الأمثل لنشر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض البلاد الإسلامية؟ السبيل الأمثل نسلك مسلك الشيخ بدعوته. الشيخ رحمه الله أول ما بدأ بالذين حوله. كانت بلاد ناجد في قبله كانت متفرقة، كل بلدة فيها أمير، بل ذكر ابن بشر أن هناك بلدة فيها أربعة أمراء، بلدة قرية صغيرة فيها أربعة أمراء، كل أمير في ناحية منها. فلما جاءت هذه الدعوة المباركة دخلت جميع البلاد وتوحدت ولله الحمد، وصارت تحت أمير واحد ووال واحد. بركة هذه الدعوة ولا تزال والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا كذلك سائل يقول: وصف هذه الدعوة الإسلامية بأنها وهابية، ما توجيه معاليكم في مثل هذه الكلمات وهذه التوجهات؟ الدعوة إنما تنسب إلى قائلها إذا كان هو الذي ابتدعها، وأما إذا كان الذي دعا إليها إنما هو متبع للكتاب والسنة فلا تنسب إليه، وإنما هي الدعوة المحمدية، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست الدعوة الوهابية. إنما الدعوة الوهابية جددتها وبينتها للناس فقط. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سائل يقول: ما واجب طلبة العلم في توجيه العامة والناس إلى سبيل هذه الدعوة؟ والله يحفظكم ويعافيكم. بالتعليم وبالبيان وخطب الجمع والدروس، الحمد لله السبل كثيرة، دروس في المساجد، خطباء الجوامع، الدروس في المدارس والمعاهد والكليات، كلها ولله الحمد مقرراتها في التوحيد والفقه واللغة العربية، والحمد لله المجالات عندنا واضحة وكثيرة. لكن الشأن في الجد والإخلاص لمن يتولونها ويقومون بها. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سائل من الموقع يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم التكرم بتوجيه النصح لكثير من أبناء المسلمين في الداخل والخارج ممن أصبحوا يشوشون على هذه الدعوة المباركة ويزعمون جهلا أن التمسك بها أصبح يشكل عبثا على المسلمين في هذه البلاد وغيرها، والله يحفظكم ويرعاكم. لا شك أن هذه الدعوة أنها لها أعداء من قديم، من وقت الشيخ لها أعداء ولها خصوم، ولكن لكونها دعوة صادقة صالحة لم يضرها ذلك، والحمد لله أخذت طريقها ولم يضرها ذلك، ولم يمنعها وجود الخصوم والمعارضين. ما هذا الشيء موجود من قديم، يعني المعارضون والمنافقون والأعداء موجودون من قديم، لكن لا نلتفت إليهم ولا يهمنا أمرهم، أيضا نمشي في طريقنا ولا نلتفت إلى من يخذل وإلى من يرجف وإلى من يلقب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. وهذا سائل يقول أيضا: كثير من طلاب العلم اليوم أصبحوا يواجهون اهتمامهم بالكتب الفكرية والسياسية ويبعدون عن دراسة كتب الشيخ محمد وكتب السلف الصالح في العقيدة وغيرها، فما توجيه ما عليكم في ذلك؟ توجيهنا أن يقوم الدعاة والمرشدون والمدرسون
إلى توجيه هؤلاء وبيان الطريق الصحيح لهم وبيان الطرق المخالفة. إذا تركوا ما في شك كل واحد يبي يسلك طريق غير الطريق الصحيح. لا بد أن يكون هناك دعاة إلى الله ويكون هناك موجهون ومرشدون ويكون هناك معلمون مصلحون، لا بد من هذا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: هل إنشاء حزب لمعارضة ولي الأمر أو ما يسمى المعارضة، هل هذا من الخروج ويعتبر خروج من منهج الخوارج؟ نعم، هذا هو منهج الخوارج، منازعة ولي الأمر، منازعة ولي الأمر وإنشاء حزب يعارضه، لا شك أن هذا خروج، نوع من الخروج على ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. الواجب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في الداعية إلى الله سبحانه وتعالى؟ أولا العلم، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة على علم. ثانيا الإخلاص، يكون مخلصا لله في دعوته، لا يريد رياء ولا سمعة ولا طمعا دنيويا، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى ونفع الناس. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سائل أيضا يقول: اهتمام اليوم الكثير من الشباب بالتحليلات والأخبار السياسية والبعد عن دراسة العقيدة وكتب السنة، ما توجيه معاليكم بأمثالهم؟ والله يحفظكم ويرعاكم. هذا مثل السؤال الأول الذي أجبنا عنه، أنهم يدعون إلى ما فيه نفعهم وصلاحهم وفلاحهم، وأن يتركوا الترهات والأشياء التي لا فائدة لهم منها، لا يشتغلون فيه، يشتغلون فيما ينفعهم وما يفيدهم وما هم مسؤولون عنه، فإن الله سيسألهم يوم القيامة، سيسألهم يوم القيامة عن هذه الدعوة وعن الكتاب والسنة وعن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد يوم القيامة كل كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون، ماذا كنتم تعبدون، وما ويعني كلمتان ماذا كنتم تعبدون، ويسألون عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف اتبعوه وكيف ساروا في على سنته. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا السؤال يقول: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون، كلمتان: ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول هذه المقولة التي نسمعها: لا نوالي ولا نحب بأننا لا نوالي ولا نحب الوطن، إنما نحب الوطن الإسلامي بشكل عام، هل هذه المقولة صحيحة؟ نحب الدين ووطن المسلم هو الذي فيه دينه، هو وطنه، ما فيه دينه فهو وطنه، وما ليس فيه دينه فليس هو وطن. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: نسمع اليوم من يقول: لماذا التركيز على التوحيد والبعد عن قضايا المسلمين وتركهم في جراحاتهم؟ والله يحفظكم ويرعاكم. ما يتركون في جراحاتهم، لا بد من علاجها، لكن يبدأ بالتوحيد ثم أيضا تعالج الأخطاء الأخرى والأضرار الأخرى. نعم. أحسن
أحسن الله إليكم على الشيخ. هذا السائل يقول: ما معنى هذه المقولة: من يجالس أهل البدع والأهواء أشر إلينا من أهل البدع؟ ما معناها؟ نرجو شرح هذه العبارة. ما سمعت هذه، لكن مجالسة أهل البدع لا تجوز، يتأثر بهم الإنسان، يبتعد عن أهل البدع والمحدثات لئلا يتأثر بها ويصير من المبتدعة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا السائل يقول: ما معنى هؤلاء الخوارج القعدية؟ القعدية الذين لا يقاتلون وإنما يخرجون بالقول، يخرجون بالقول بأن يقولوا كلاما يخرجون به عن منهج أهل السنة والجماعة، يخرجون به على ولي الأمر، فهم قعدية. أما الذين يقاتلون فهؤلاء أبلغ من القعدية. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: من يصف دعوة الشيخ بأنها هي مصدر الإرهاب، كيف نرد على أمثال هؤلاء؟ دعوة الشيخ الحمد لله واضحة، ما هي مصدر الإرهاب ولا جلبت الإرهاب، إنما جلبت الخير للبلاد والعباد، فهي تنبئ عن نفسها والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سائل يقول: أنا أدرس في بعض البلاد وأجد منهم يعني نفرة من دعوة الشيخ محمد والبعد عن هذا، فكيف أعمل معهم وكيف يعني أتخارج في مثل هذه الأزمة وهذه؟ أنت لا تقول لهم هذه دعوة ابن عبد الوهاب، بل هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيّن لهم دعوة الرسول، ودعوة الشيخ هي على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وقال في سؤاله: وإنهم إذا دعونا الناس إلى التوحيد وبدأنا نوضح للناس المنهج الحق أصبحوا يصنفوننا وينفرون الناس عنا بأننا تارة نفعيون وتارة جاميون وتارة وتارة، فما توجيه سماحتكم في ذلك؟ اصبروا عليهم والحمد لله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اصبر على ذلك، أن تبي الناس يمدحونك يثنون عليك، إن كان هذا قصدك هذا رياء وسمع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سأل يقول: ما حكم الزواج من امرأة أبوها وأمها مبتدعة؟ لا تزوج منها، الحمد لله السنيات كثيرات، تزوج من السنيات. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سائل يقول: إذا صلى الفرد صلاة ونسي الركعة الثانية من الركعة الجلسة الثانية من الركعة الأولى، فما حكم هذه الركعة؟ إيش؟ يقول: صلى رجل ركعة ونسي أن يسجد مرة أخرى. نعم. يرجع ويسجد إذا ذكر، دام ما تعمد ما اعتمد قائما يرجع ويسجد، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة فيرجع ويسجد. أما إذا شرع في القراءة فإنها تلغو الركعة الأولى، تقوم الركعة الثانية مقامها ويكمل صلاته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول أيضا: هل التحذير وتنبيه الناس وخاصة العوام من مثل هذه الأحزاب والجماعات هل يعتبر يا سماحة الشيخ من الغيبة؟ لا، هذا من النصيحة ما هو من الغيبة، هذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، من النصيحة. نعم. وهذا سائل سماحة فضيلة الشيخ يقول: النصيحة لطلاب العلم الذين يبدأون بدراسة العقيدة وخاصة كتب الشيخ، فهل يبدأ بالأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد، أو يبدأ بالأصول الثلاثة ثم كشف الشبهات وهكذا يتدرج، فكيف يكون؟ يتدرج. نعم، ثلاثة الأصول أولا ثم كتاب التوحيد ثم كشف الشبهات. نعم. نصيحتكم معالي الشيخ لمن يتساهل الآن بتقصير لحيته أو حلقها أو الإسبال في مثل هذه الأيام؟ والله يحفظكم. انصحوا بالعمل بالسنة، وفروا اللحى
وجز الشوارب، هذه النصيحة. هذا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أرسلوا اللحى، وفروا اللحى، وجزوا الشوارب. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سأل يقول: يا معالي الشيخ، نرجو منكم النصيحة لبعض المدرسين وأئمة المساجد وخطبائهم في مثل هذه، وتوجيه الناس إلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والله يحفظكم ويرعاكم. نعم، يقول: نصيحتكم يا معالي الشيخ لبعض المدرسين وخطباء المساجد في مثل هذه الفتن للزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والله يحفظكم ويرعاكم. إن كانوا ينفرون من جماعة المسلمين فلا يجوز أن يكونوا مدرسين ولا يكونوا خطباء ولا يكونوا ولا يولون أمرا من الأمور. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سائل يقول: هل ترك دعاء الاستفتاح دائما هل يعتبر مخالفة؟ نقص، يعتبر نقصا في الصلاة، لا يتركه دائما، لكن لو نسيه بعض الأحيان صلاته صحيحة. نعم، أحسن الله إليكم. كذلك معنا الشيخ الوتر في صلاة التراويح، هل يستحب في كل تسليمة أو واحدة دعاء الاستفتاح؟ نعم، كل تسليمة لها استفتاح، كل تسليمة مستقلة لها استفتاح. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم هذه المقولة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب خرج على ولي الأمر في الدولة العثمانية؟ ما خرج على ولي الأمر في الدولة العثمانية، ولا ذكر ولي الدولة العثمانية بكلمة واحدة، وإنما أصلح في البلد الذي هو فيه. نعم، أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا سائل يقول: زوجتي دائما تلبس شيء من الملابس التي فيها نوع من الزينة، وقد نصحتها ونصحتها ولكن لا تزال، فما توجيهكم لي بارك الله فيكم؟ زوجته تلبس الملابس، يلزمها بذلك، يلزمها بأن تلبس الملابس المحتشمة الساترة، يلزمها بذلك لأنه مسؤول عنها، ويجب عليها أن تطيعه. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سائل يقول: إدخال يا معالي الشيخ بعض الكلمات المضحكة وبعض الكلمات التي فيها أبيات شعرية من الغناء التي يغني بها المغنون في الدعوة، ما حكم هذه لكسب الشباب وإدخالهم في الاستقامة؟ والله يحفظكم ويرعاكم. الدعوة ليس فيها غناء وليس فيها ما ذكرت، إنما الدعوة من الكتاب والسنة، قال الله وقال رسوله قال أهل العلم، ليس فيها أناشيد وليس فيها غنى وليس فيها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا معالي الشيخ يقول: ما حكم الصلاة في بعض المساجد التي يكون فيها الإمام أو بعض الجماعة فيهم تصوف أو بعض الأحزاب أو غيرهم من التيارات، والابتعاد عن هذا المسجد، ما رأي معاليكم في مثل هذا؟ صلي في مسجد آخر تطمئن إلى إمامه إذا كان هناك مسجد آخر، أما إذا لم يكن هناك مسجد آخر فصلي معه، صلي مع المسلمين، ولو كان الإمام عليه ملحظ لا يوصله إلى خلال العقيدة. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سأل يقول: ما حكم معالي الشيخ وضع بعض اللوحات كأذكار الصلاة وبعض الأوراد في المساجد سواء في القبلة أو في الجهة الشرقية من المساجد؟ هذا يمنع في المساجد، لا يوضع في المساجد كتابات، لا لوحات ولا أوراد ولا على الجدران، تخلى المساجد من الكتابات حتى لا تشغل المصلين. نعم، وكذلك قال معالي الشيخ: وضع بعض اللوحات التي مكتوب عليها أسماء الصحابة رضي الله عنهم وبعض التابعين وبعض المشايخ وغيرهم. وكذلك المساجد تخلى من الكتابات والأسماء، ربما يأتي جاهل ويعتقد في هذه الأسماء أنها تنفع أو تضر فيدعوها من دون الله أو نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سائل يقول: النصاب في زكاة الذهب والفضة معالي الشيخ وكذلك النقود كم في وقتنا الحاضر تقريبا؟ النصاب في 20 مثقالا في الذهب و140 مثقالا في الفضة،
وأما الأوراق فإنها تقوم مقام الذهب والفضة. نعم. أحسن الله اليوم معالي الشيخ. وهذا سائل يقول أثناء معالي الشيخ الأمطار وذهاب الناس، هل نصلي صلاة الجمعة في بعض المخيمات؟ ها؟ إقامة صلاة الجمعة في بعض المخيمات التي نذهب لها أيام، هل يجزي هذا أم تسقط صلاة الجمعة في المخيمات الدعوية وغيرها التي تقام في أيام الجمعة؟ تقام في الجوامع، إذا كنتم قريبين من الجوامع فصلوا في الجوامع مع المسلمين، وإذا كنتم في البر فليس عليكم جمعة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا يقول أنا مبتدئ معالي الشيخ في طلب العلم الشرعي، فبماذا تنصحونني أبدأ به؟ لأنني أحفظ من القرآن، لكن المدرس يقول لي لا تبدأ في طلب العلم حتى تحفظ القرآن كاملا ثم تبدأ في طلب العلم. كل طلب علم الحمد لله، حفظ القرآن وطلب العلم كلاهما، فلا بأس أنك تحفظ القرآن أولا ثم تبدأ بطلب العلم، لأن حفظ القرآن يعينك على طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول معالي الشيخ، إذا لم يتوفر لمن أراد الأضحية المبلغ إلا في اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة، فهل له أن يضحي؟ إذا لم يتوفر مبلغ الأضحية إلا في اليوم السابع من ذي الحجة ورغب أن يضحي، فهل له أن يمسك؟ كيف اليوم السابع من ذي الحجة يريد الأضحية مجاهد المبلغ يوم سبع؟ الأضحية يوم عاشر ويوم لا، هل له أن يضحي يمسك بقية الأيام؟ نعم يمسك بقية الأيام. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سائل يقول في صلاة الكسوف أو الخسوف، إذا انتهى الإمام من الصلاة قبل أن ينجلي. الكسوف للشمس والخسوف للقمر، خسف القمر، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، بينهما فرق من جهة اللغة. نعم. يقول إذا انتهى الإمام من الصلاة ولم ينجلي فهل يدعون؟ إذا انتهى من الصلاة ولم ينجلي يدعون الله حتى ينجلي، فادعوا حتى ينكشف ما بكم، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم. وهل له معالي الشيخ يقول أن يصلي مرة أخرى؟ لا يشتغلون بالدعاء. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سأل يقول إذا ترك الإمام تكبيرات الزوائد في صلاة العيد صلاة صحيحة، لكنه تارك لسنة ولا ينبغي تعمد ترك تكبيرات الزوائد، أما إذا نسيها فلا لا، لكن يتعمد هذا خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول في المسح على الخفين، ونحن نستقبل بعد فترة موسم الشتاء، فنرجو من معالي الشيخ صالح أن يعطي نبذة عن صفة المسح ومدة المسح وكيف هذه الأحكام. لا بد أن يكون الخفان أو ما يقوم مقامهما ساترين للرجلين، لا بد أن يكون ساترين للرجلين، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليه، والمسح على ظاهر الخف لا على جنبه ولا على بطنه، إنما على ظاهره فقط، بأصابعه مبلولة بالماء يضعها على رؤوس أصابعه ثم يمرها إلى ساقيه مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سائل يقول طفنا طواف الوداع معالي الشيخ ثم نمنا في العوالي، فهل لنا إعادة أو يجزي طواف الوداع؟ إذا بتم داخل مكة ينتقض الوداع، فعليكم فدية، إذا سافرتم عليكم فدية، أما إذا خرجتم من حدود الحرم، خرجتم من حدود الحرم من الأعلام ولدتم خارجها فليس عليكم شيء. نعم. أحسن الله إليكم. وبالنسبة مع الشيخ يسأل بالرجم، إذا كانت المرأة كبيرة في السن لكنها تستطيع الرجم، فهل التوكيل في هذه الحالة يجزيها؟ إذا كانت تستطيع الرمي بنفسها فلا يجزيها التوكيل، التوكيل إنما هو للعاجز. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذه أسئلة عن صيام يوم عاشوراء وصيام يوم تاسوعة، يريدون من معاليكم كلمة في هذه النصيحة. الله يحفظكم ويرعاكم. صيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة، والرسول صلى الله عليه وسلم صامه، أمر بصيامه. ولما قالوا له إن اليهود تصوموا، قال صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالف اليهود. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سائل يقول: بالنسبة يا معالي الشيخ لمن يؤخرون القضاء، فكيف يجمعون بين صيام تاسوعة وعاشوراء وقضاء رمضان؟ وهل تدخل النيتين؟ صوم رمضان يعني قضاء رمضان موسع، وأما عاشوراء فهو يفوت، يصوم عاشوراء ولو عليه قضاء من رمضان لأنه موسع. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سائل يقول: ما حكم إعطاء زكاتي لأحد إخوته أو أبيه إذا كان عليه دين؟ ما أبوه، لا تحل زكاة الابن لأبيه ولا الأب لابنه، لا تحل زكاة أحدهما للآخر، لا لوصوله ولا لفروعه. أما أخوانه الفقراء اللي لهم عوائل لا بأس يعطيهم زكاة الفطر. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا سائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة، فهل هو عام أو أنه يلزم كل جمعة أن يغتسل فيه لكل محتل؟ غسل الجمعة واجب على كل محتل، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل أنه سنة. ولكن الإمام ابن القيم يقول: إذا كان الإنسان فيه روائح كريهة، عرق روائح كريهة، يجب عليه أن يغتسل يوم الجمعة لإزالتها، لأنه سيذهب إلى المسجد ويختلط بالناس فلا يؤذيهم برائحته، فيجب عليه في هذه الحالة إذا كان له روائح كريهة. وأما غيره اللي ما فيه روائح كريهة فهو سنة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إخوة يسألوا: متى تستأنف دروس معاليكم؟ أعلن عنها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك. معالي الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم إعطاء بعض المبلغ بالريال السعودي لأحد الذين يحولونه إلى مثلاً الجنيه السوداني أو المصري أو اليمني؟ والله يحفظكم. ما حكم إيش؟ ما حكم إعطاء مبلغ بالريال السعودي لأحد الذين يحولون العملة من السعودي إلى المصري أو إلى السوداني أو غيره؟ إعطاء عملة، تعطيه سعودي هنا ويحول بدلها العملة إلى البلد الذي يريده، ما في بأس، هذا صرف، وهو أيضا يدا بيد. نعم. السؤال الأخير الذي نعرضه على معالي الشيخ صالح، وهو هذا سائل يقول: ما حكم من قال علي الطلاق على زوجتي الاثنتين؟ هل في هذا يكتفى بكفارة يمين أو أنه عليه طلاق في مثل هذه الحالة؟ والله مسائل الطلاق يسأل عنها القاضي أو دار الإفتاء، يقدم سؤاله لدار الإفتاء ينظرون فيه إن شاء الله في مكتب الطلاق، فيه مكتب للطلاق في دار الإفتاء. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.